هلا سوء التغذية الحاد هو مرض هو تعريفه هو نقص وارد الطفل من الفيتامينات من المغذيات الكبرى مثل ما اتفقنا اللي هي الحليب اللي هي تحوي السكريات والدسم والبروتين. نعم. الطفل يتعرض لسوء التغذية الحاد من عمر شهر ما بعد شهر وحتى 5 سنوات. عادة له بروتوكولات لتشخيصه. ما يهمنا من معرفة التغذية الحاد أنه مرض شائع ينتشر عندما يكون المغذيات غير كافية ككمية أو كنوعية.